اليوم سوف نتعرف على الطريقات وكيفية حل المشكل تم قفل حسابك في كلاش اوف كلانس. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، وبعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر ثم سوف نقوم بالضغط هنا عن كلاش اوف كلانس، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخزين. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مسح التخزين المؤقت، من ثم سوف نقوم بإيقاف هذا تشغيل الهاتف الخاص بكم. بعدها سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، هنا سوف نقوم بالبحث عن كلاش اوف كلانس فيظهرنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث، قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم كلاش اوف كلانس. هكذا نكون قد قمنا